قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بعد اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية إن الحكومة أرسلت 9 مشاريع بقوانين إلى مجلس الأمة آخرها قانون تعارض المصالح. وأضاف الوزير الصالح أنه تم الاتفاق مع لجنة الأولويات البرلمانية على تفعيل الجانب التشريعي وإنجاز القوانين المتوافق عليها والمحالة إلى اللجان المختصة بالمجلس. حضرنا اجتماع لجنة الأولويات، والحكومة في هذه الفترة القصيرة أرسلت 9 مشاريع قوانين إلى مجلس الأمة الموقر، كان آخرها قانون تعارض المصالح اللي حسب ما فهمنا أن اللجنة التشريعية يوم أمس أو المنبثقة منها وافقت عليه. الحكومة طبعا بالتأكيد موافقة عليه بالشكل اللي انتهى من الحكومة، حين إلى الآن نطلع على التقارير بالتأكيد بأن يعني هناك حرص من الجانبين ومن مختلف الأخوة النواب مو فقط أعضاء لجنة الأولويات بضرورة تفعيل الجانب التشريعي ورصد الأولويات من الجانبين، الانتهاء من ما هو فيه توافق عليه ومحاولة الالتقاء في التشريعات التي فيها خلاف، وإن شاء الله نتمنى يعني هذه التشريعات تدخل حيز النفاذ وتكون لها عائد على البلد وعلى المواطنين.